إذا لتسليط الضوء أكثر على نشاطات الحكومة للأسبوع الجاري، معي على الهاتف الأستاذ عيسى مرشد الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أرحب بحضرتك أستاذ عيسى. يعني أهلا لقاءات، بالسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بحضرتك. لقاءات عدة الحقيقة لرئيس الحكومة كالمعتاد جرت في هذا الأسبوع مع مسؤولين أو مع وزراء وأيضا مسؤولين دوليين ليس فقط على الصعيد المحلي. كيف تابعت كل هذه اللقاءات وما خرج عنها؟ أنا شايف إن نشاط الوزراء مكثف خلال الأسبوع الماضي، وكان ليه علامات مهمة جدا. افتتح أسبوع القاهرة الثاني للمياه 2019، وحدد ملامح ومراحل المرحلة القادمة، وكان العنوان بتاع هذا الأسبوع كان موفق جدا، الاستجابة لندرة المياه. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع الدول المشاطئة بما يعود بالنفع على الجميع ولا يسبب أضرار لإحداها، احتراما لمبادئ القانون الدولي الحاكمة لاستخدامات الأنهار المشتركة. رئيس الوزراء أكد أن محور المياه في مصر من أهم ركائز الأمن القومي، ويرتبط به خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات، وده بيؤكد قدرة الدولة على توفير احتياجاتها في مثل هذه الأمور. رئيس الوزراء كان ليه لقاء مع نظيره الكويتي، وده لقاء كان مهم جدا، يؤكد على دعم العلاقات والتعاون المشتركة بين مصر والكويت والشراكة المصرية الكويتية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. زيارة الشيخ جابر المبارك الصباح كان معاه وفد رسمي، وكان على مستوى عدد من الوزراء والمسؤولين ومجموعة من رجال الأعمال، وده كان دور مهم جدا في هذه الأمور. تم عقد جلسة مباحثات موسعة ما بين رئيس الوزراء المصري ونظيره الكويتي، وجلسة المباحثات دي تركزت على العديد من المجالات الخاصة بالتعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي، ووصل بمرحلة مهمة جدا، والكويت أكدت موقفها المساند لمصر في المرحلة الحالية، وده بيعتبر دور مهم جدا بما يؤكد أن مصر لها دور كبير في المنطقة العربية. وأكد رئيس الوزراء الكويتي أن الكويت تقف إلى جانب مصر في كل المجالات اللي بتتخذها وفي كل الإجراءات الخاصة بحماية أمنها واستقرارها، وأكد أن الكويت تدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر بشراكة في إنشاء العديد من المشروعات المشتركة في المرحلة اللي جاية. كان ايضا بالنسبه لي، يعني دائما الحكومه تعقد اجتماعات لمتابعه اي شكاوى تكون من المواطنين فيما يتعلق بفواتير الكهرباء مثلا، مياه الغاز، ايضا الانتهاء من انشاء مخازن لوجستيه للادويه. مخازن لوجستيه خاصه بالادويه، وتم اتخاذ مجموعه من القرارات اللي هي بتدعم الاجراءات الخاصه بهذا الامر. وانا بارى ما عرضته وزيره الصحه خلال الاجتماع الاسبوعي للحكومه حول استراتيجية النهوض بالتعليم الطبي والمهني، ده بيعتبر دور مهم جدا في هذه المرحلة. وزيرة الصحة قالت ان لاول مرة يتم استحداث مسمى زميل مكلف والحاق كافة الخريجين ببرنامج الزمالة المصرية من في التكليف، وده بيعتبر قالت طفرة مهمة في منظومة التعليم الطبي، وده مرحلة مهمة من المراحل في اطار الاعدادات الخاصة بعملية استكمال مشروع القانون الخاص بعملية التأمين الصحي الشامل في كل المجالات. الحكومة عقدت اجتماع عشان متابعة الشكاوي زي ما حضرتك قلتي خاصة بفواتير الكهرباء والمية والغاز. رئيس الوزراء أكد على أهمية المتابعة والرقابة الشديدة على قراءة العدادات وتحصيل الفواتير، وده الإسراع في تركيب العدادات مسبقا الدفع والعدادات الذكية. أنا بأرى أن ده خطوة مهمة جدا، هينهي العديد من المشاكل خاصة التخدير الجزافية التي يعمل العديد من العاملين في هذا المجال سواء في مصفق المية أو الغاز أو الكهرباء عشان قراءات غير حقيقية. رئيس الوزراء أكد أن القراءة الحقيقية لمثل هذا الأمر مشروع مهم جدا. أما بالنسبة لمشروع إنشاء مخازن لوجستية ومتكاملة للأدوية
والمستلزمات الطبية، فده دور من الأدوار اللي بتكمل منظومة التأمين الصحي الشامل اللي بدأت في محافظة بورسعيد وهيتم متابعتها من خلال المناطق اللوجستية، ودي هتبقى فيه من المقرر إنشاءها هتكون مخازن استراتيجية في القاهرة هتخدم القاهرة والعاصمة الإدارية، بالإضافة لمخازن أخرى هتبقى في الإسكندرية ومطروح والعالمين، ومخازن في الإسماعيلية ودي هتخدم مدن القناة، ومخازن في المنصورة ودي هتخدم وسط الدلتا. ما أبرز الموضوعات اللي بتتصدر أجندة رئاسة الوزراء الأسبوع القادم بإذن الله يا أستاذ عيسى؟ أنا بأرى أن أبرز الموضوعات اللي هتتصدرها اللي هو حالات الطقس والمتابعة الشاملة ليها، وده بيعتبر دور مهم جدا لأن الحكومة أعلنت عن حالة الطقس خلال اليومين اللي هم السبت والحد والجمعة، وده بيؤكد أن هناك متابعة من الحكومة دائمة على أرض الواقع، والحكومة نشدت المواطنين أن هي تلتزم النهاردة بعملية التواجد بالمنازل وضرورة الاتباع التعليمات الخاصة بعمليات القيادة والسير بهدوء على الطرق السريعة، وحذرت من التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء أو أسفل البلكونات، تحسبا لما قالوا العاملين بالأرصاد الجوية. على جانب آخر أنا بأرى أن اللقاءات اللي تمت لرئيس الوزراء سواء كانت مع وزير قطاع الأعمال والملفات الخاصة بالعرض عليه بخاصة بالتطوير والتحديث، ورئيس الوزراء أكد خلال هذا اللقاء على انطلاق أولى الرحلات البحرية اللي هي مشروع جسور ما بين ميناء العين السخنة وميناء مبسة في كينيا، وأنا بقول أن ده تعزيز للشراكة المصرية الإفريقية في الفترة الحالية، وده بيخدم القرارات اللي هتصدرها القمة الروسية الإفريقية اللي بيشارك فيها الرئيس السيسي مع بوتين، والقرارات دي سيتم إدخالها إلى حيز التنفيذ، خاصة أن الرئيس السيسي حريص على دعم الشراكة الاستراتيجية ما بين مصر والدول الإفريقية فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. أنا بشكرك جزيل شكر أستاذ عيسى مرشد الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء على وجودك معي وكل هذه المعلومات، شكرا جزيلا لحضرتك.